أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، كل تحياتي إليكم. هذه فترة نلقي ضوء خلالها على أهم الملفات وأجندة اليوم تتضمن. تحت شعار مصر وليبيا شعب واحد مصير واحد، الرئيس السيسي يستقبل أعيان القبائل الليبية ويؤكد الخطوط الحمراء التي أعلنها، ودعوة للسلام ليس لتقسيم ليبيا. أما الملف الثاني في وقفتنا هذه فسنتناول قمة للغاية هي صعبة للاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل إنعاش الاقتصاد المتضرر جراء كورونا. أهلا بكم ومرحبا إلى وقفتنا الحوارية الأولى. الرئيس السيسي خلال لقاء وفد المشايخ والقبائل الليبية، الخطوط الحمراء التي أعلناها هي دعوة للسلام وليس لتقسيم ليبيا، جيش مصر هو جيش ليبيا، ولن ندخل إلا بطلب منكم وسنخرج بأمر منكم. أمن وسلامة واستقرار ليبيا هو أمن واستقرار لمصر. مصر لن تسمح بتحول ليبيا إلى بؤرة تجمع للإرهابيين حتى وإن كلفها التدخل المباشر، ولن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تحركات تهدد أمننا في ظل الحشود بمحيط سرت. مصر لن تسمح بتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة غير مستقرة، وجيش مصر جيش رشيد لا يعتدي ولا يغزو خارج أراضيه. إذا طلب الليبيون تدخل مصر عسكريا فسنتوجه إلى البرلمان المصري. هذا مختصر لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء شيوخ وعوائل الأسر والعوائل الليبية والقبائل الليبية. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في كافة ربوع البلاد. وقد أكد السيد الرئيس خلال هذا اللقاء على قوة الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين المصري والليبي، معربا سيادته عن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والذي يهدف بالأساس إلى التأكيد على الإرادة الحرة للشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وصون سلامة الأراضي الليبية. المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت، انتوا شايفين الموقف عامل ازاي؟ بنقول خط سيرت الجفرة خط يتم التوقف عنه، لا قوات الشرق ولا قوات الغرب ولا أي قوات أخرى يعدوه. طب ليه بنقول كده؟ هي دعوة للحرب ولا دعوة للسلام؟ هي دعوة والله للسلام، دعوة للسلام، عشان نبتدي كلنا نبتدي زي ما تقول نستكمل مرحلة التفاوض، ونبقى المرحلة اللي احنا موجودين فيها مرحلة الاقتتال دي تنتهي، وتعبر ليبيا الوضع الصعب اللي هي موجودة فيه. وأرجو إن احنا زي ما بقول كده في بداية كلامي اللي أنا قلته لأشقائنا الليبيين في الغرب، إن هم يتفهموا النقطة ديت ويدوا فرصة ولا يتم تسعيد الموقف، لأن احنا بصراحة لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخط. أنا بأكدها لكم عشان تبقى الأمور واضحة. خلونا نقف على الخط ده ونبتدي مسار سياسي. مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات، وسبنا الأمور تتفاعل كما يرغب الليبيين. ولكن أن تتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة غير مستقرة، ده أمر إحنا مش هنسمح به. مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا. أنا بس عايز أقول في النقطة دي حاجة، أنا قلت برضو ساعتها إن هذا الجيش جيش أولا رشيد جدا جدا، ولا يعتدي ولا
يقوم بعمليات غزو خارج أراضي. وعشان كده حتى لو احنا عايزين هذا الإجراء هنبقى محتاجين في مصر ان احنا نتوجه للبرلمان المصري حتى يسمح لنا ويعطي لنا الإذن بالتحرك في هذا المقام. احنا كلنا لا نبغي إلا استقرار الدولة الليبية، وحدة الدولة الليبية، لا تقسيم ليبيا على أي شكل من الأشكال. وإحنا ملناش في مصر أي مصلحة غير في استقراركم وفي وحدتكم. إحنا مش عايزين حاجة، اسمعوا مني الكلام ده، إحنا مش عايزين منكم حاجة، وليست لنا مصالح في كده. وأنا بأكد لكم ده عشان تبقوا سمعتوها مني، عشان أنتوا كمان تنقلوا ده لناسكم. مصر أشقاء لكم وأنتم أشقاء لنا، أمنكم وسلامكم هو أمننا وسلامنا. خلال هذا اللقاء استمع السيد الرئيس لكافة وجهات النظر وتقديرات الحضور من المشايخ والأعيان من القبائل الليبية، والتي أبدت رغبتها في أن تقوم مصر بدور أساسي في حماية وصون مقدرات الشعب الليبي ووحدة بلاده، وأن يشارك الجيش المصري في دعم استقرار واستقلال ليبيا. موقف مصر موقف أخ واعي لجل السلم، يبذل في مساعي لم الشمل، ديمه هو الراعي عند الكرب، هو مصدر رجالنا موقف مصر، نلقى النهم عينا موقف أخ، مو موقف خيانا موقف مصر. عزيمة مصر ما تقبل دخيل جاه يذوب ذوبان الجليد، سيسي مصر على الهمة يشيل وعليها يشور بالراي السديد. مصر العز والباع الطويل، وساس العز عمره ما يبيد، مصر السد ومية النيل وهرامات في الزير تفيد، محب الجيل ورثة الجيل كي منبوه عقب لا رصيد، هلنا وين جوها بالرحيل من ضيم الوقت والحكم الشديد، لقيوا مصر كيف أم العويل اللي ملحن ما تشكي بكيد، وفيها جواد يحمو في النزيل والتاريخ في نفسه يعيد، نحنا أخوت واحد والدليل، نحنا شعب واحد والدليل، اللي موخال بن عم وحفيد، نحنا أحفاد حمزة وشار حابيل وسيف الله خالد بن الوليد، والمختار لا زافن الخيل، منين الخيل في الحاجة حديد، ونحن المجد والعرق النبيل، ونحن الظل في يوم الصهيل، وفي الختام واجد مو قليل، تحيا مصر تحيا مصر عنوان القصيد، وتحيا ليبيا وتحيا ليبيا. المصير واحد والشعب واحد، إذن يجب أن يتم التنسيق في كل المواقف وساعة الأزمات وفي ساعات المحن، وها هي مصر تقف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق بكل الطرق وبكل المجهودات. أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية ينضم إلي هاتفيا. أستاذ أحمد أهلا بك وكل تحياتي. إذن هذا اللقاء عبر عن كثير، ها هم ممثلو الشعب الليبي، هناك القوة الشرعية أيضا، هذه قوة شعبية، البرلمان الليبي يمثل الشكل الشرعي، كذلك الجيش الوطني الليبي. مصر الآن تتحدث بشكل يعني لا لبس فيه ولا جدل حوله، مصر تحمي أمنها القومي، تحمي الشعب الليبي. ترى يعني كيف تقيم
الشكل الذي يعني سيكون عليه التصرف في الأوقات المقبلة، الأسابيع المقبلة على الأقل؟ أستاذ أحمد. ألو، أنا بحضرتك. حضرتك سامعني كده مش كده؟ يا فندم حضرتك. تمام. يعني كيف ترى الأيام المقبلة؟ مصر يعني تقف إلى جانب الشعب الليبي، وهذا أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته الواضحة. يعني أعتقد أن الدولة المصرية ورئيس عبد الفتاح السيسي واضح فيما يخص الأمن القومي المصري، فيما يخص يعني الأمن القومي الليبي، لأن الأمن القومي الليبي حضرتك تعلم أنه امتداد للأمن القومي المصري. ولا ننسى أن يعني مصر تقوم بدور عربي وقومي وعروبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضايا العربية بشكل عام. تأتي القضية الليبية على رأس أولويات القيادة المصرية لأسباب منها الأمن القومي المصري. أعتقد أن هناك دعم كبير يعني دوليا لرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الخطوط الحمراء، يتحدث على الحلول السياسيه، يتحدث الرئيس بن سيدي براني على حلول سياسيه، فسرها البعض والمعارضين ان هناك تدخل في ليبيا. صحيح ان يعني هذا يعطي شرعيه للدوله المصريه اذا كان هناك يعني شيء يمس الامن القومي المصري، وبالتالي جاءت الرساله السياسيه في المقام الاول على جميع الاطراف والميليشيات في اشاره واضحه من الرئيس عبد الفتاح السيسي التوقف على ما قبل يعني التوجه نحو سرت والجفا على اخر الخطوط، ومن ثم نطلق عمليه سياسيه تتوافق مع مخرجات برلين، لان يعني حتى المبادره او اعلان القاهره جاء يتوافق تماما مع اعلان حقيقه برلين او مؤتمر برلين، وبالتالي لاقى اهتمام دولي ولاقى تأييد دولي من مبادره القاهره، لاقى اهتمام من الجانب الالماني والجانب الفرنسي بالتحديد وايضا الجانب الروسي. اذا هناك توافق دولي من حيث حقيقة دعم الدولة المصرية فيما يخص هذا الأمر. ورأينا يعني حتى حديث لنائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنتر حينما تحدث بكل صراحة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم الأمن القومي المصري ومحددات الأمن القومي المصري، وأيضا الروس وأيضا الفرنسيين في واقع الأمر الذين يعني تتوافق يعني بنسبة 100% آرائهم مع ورؤيتهم السياسية مع الدولة المصرية. إذا هناك يعني توافق دولي فيما يخص المبادرة المصرية من حيث الإعلان السياسي ومن حيث إطلاق عملية سياسية، وأيضا في المقابل هناك دعم من القبائل الليبية ومن الشعب الليبي ومن البرلمان الليبي. وهنا نضع يعني تحت هذه الكلمة يعني خطا احمر، لان يعني بمعنى ان البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الليبي يعطي الحقيقة الأحقية للدولة المصرية ويطلب بتدخل الدولة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي. إذا هناك تدخل، إذا كان هناك تدخل سيمس الأمن المصري الأمن القومي المصري وسيكون هناك تعدي خط سيرت وقاعدة الجفرة، أعتقد أن هذا يعني التدخل المصري مدعوم من دوليا وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الحقية للدولة المصرية أن تتحرك في الداخل الليبي. البرلمان الليبي أضاف وأثبت شرعية حقيقية فيما يخص هذا الأمر. هناك تأييد من القبائل العربية من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، أيدت الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذا يعني هذه المبادرة يعني منذ إعلان القاهرة هي مبادرة سياسية في المقام الأول، على الجميع أن يعني يعمل على إعادة مخرجات برلين، على يعني إعادة لجنة 5+5 فيما يخص وقف إطلاق النار والعملية السياسية والعملية العسكرية. ولكن للأسف الشديد يعني تركيا ما زالت هي الحاكم الرئيسي على حكومة الوفاق، وللأسف ما زالت تركيا هي المحكمة في القرار السياسي، وأن حكومة الوفاق لم تمتلك الإرادة السياسية، وأنها يتوقع الأمر تقع يعني ثريثة ويعني رهينة للميليشيات المتطرفة في الغرب الليبي. تمام. يعني أعتقد أنه يعني هذه اللقاءات وهذه التجمعات إنما تدل على أنه الشعب الليبي يريد بالفعل يعني أن يستغيث بأشقائه بمصر، وهذا واضح في كلماتهم. لكن ماذا عن الموقف الدولي؟ حضرتك تحدثت عن أنه مخرجات عملية برلين وإعلان القاهرة، هذا مفهوم، لكن مع عدم الانصياع التركي للشرعية الدولية أو للرأي العام حتى الدولي، كيف تقيم الشكل الدولي وموقفه تجاه ما يحصل في المنطقة الآن؟
يعني اعتقد ان رجب طيب اردوغان في مأزق حقيقي. يعني منذ قليل تحدث اردوغان ان يعني الامم المتحده ومهمه ايريني معنيه بالجانب التركي فقط. هذا يدل على شيء، يدل على ان الدول الفاعله، يعني اذا كنا نتحدث عن فرنسا، عن المانيا، عن روسيا الذي يعول عليها اردوغان، وللاسف الشديد الروس يتخذون موقف ايجابي فيما يخص الازمه الحقيقه الليبيه، ولا يريدون ان يكون يتكرر المشهد السوري. هذا ما قاله في واقع الامر بوغدانوف، وهذا ما تحدث اليه سيرجي لافاروف، يعني تحدث وزير الخارجيه ان لا يعني حديث على ان يكون هناك تقاسم او مناطق نفوذ فيما يخص الداخل الليبي. اذا لا مستقبل للداخل للاطراف في الداخل الحقيقه الليبي في المنطقه يعني الشرقيه بالتحديد، لان الجميع يعلم ان اهداف اردوغان هي اهداف برزماتية. هدفه هو النفط، هدفه هو الوصول الى الهلال النفطي لنهب ثروات الحقيقه الشعب الليبي. اذا الموقف الدولي خاصه الموقف الفرنسي والموقف الروسي والدول المنطقه خاصه دول المنطقه العربيه، تحدث عن دوله الامارات العربيه، المملكه العربيه السعوديه، على دول المصدره في المنطقه تقف بجوار الدوله المصريه فيما يخص انها القومي، هناك توافق دولي. اذا الامور تتصاعد على الجانب التركي، وتركيا في واقع الامر ليس لها حليف الا قطر في المنطقه. يعني حينما نتحدث دعنا يعني ننظر الى منطقه الشرق المتوسط، تجد ان قبرص، اليونان، حتى الدول المتارجحه، ايطاليا الدوله المتارجحه بعض الاحيان ترفض وبشكل كبير وبشكل قاطع التواجد التركي في الداخل الليبي. اذا طيب. المازق هنا لدى اردوغان في عدم التوافق الاوروبي من ناحيه والاقليمي من ناحيه، وايضا يعني القبرص واليونان، وراينا المناوره الاخيره هي رساله قويه لكل من ايطاليا وقبرص واليونان ان يعني شرق المتوسط سيكون خط احمر بالنسبه للجانب التركي. انا في توقعي اعتقد ان سيكون اذا تمثال اتخذت تركيا خطوه وعطت الدور اخضر بحكومه الوفاق لتقدم نحو صفر الجفره، اعتقد سيكون الخاطر الاكبر هي حكومه الوفاق من الناحيه السياسيه، وايضا سيكون الخاطر الاكبر الاطراف، لان الموقف في ليبيا يختلف تماما عن الموقف في مصر. الجيش المصري ليس هو الجيش السوري، مع احترامي للجيش السوري كان هناك مشاكل في الداخل السوري، ويعني الدوله ضعيفه، اعتقد ان الدوله المصريه دوله قويه، جيش قوي، هو الجيش الاقوى في المنطقه، المصنف التاسع عالميا. اعتقد ان الامور ستكون بنساره يعني مشاكل كبيره ستسببها يعني تدخلات اردوغان للدوله التركيه. اشكرك احمد العناني، الباحث في الشان الدولي وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، كل تحياتي إليك. أنتقل مع حضراتكم مشاهدي الكرام إلى ملفنا الثاني. مشاهدينا الكرام، بالرغم على أن من أن الاتحاد الأوروبي يقف على حافة أهوية الركود الأعمق منذ أن نشأ، مع تراجع بلغت نسبته 8.3% في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد هذا العام حتى الآن في النصف الأول، إلا أن خطة الانعاش الاقتصادي لم تحظى بالإجماع الأوروبي. الخطة بتتضمن إعادة توزيع 500 مليار يورو في إطار الميزانية الأوروبية على شكل منح لدول الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية على غرار أسبانيا وإيطاليا، كذلك 250 مليارا على شكل قروض. تعالوا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير عن الموضوع، ثم نعود لنناقش ماذا يمكن أن تخرج به قمة اليوم. محاولة ثانية يجريها القادة الأوروبيون لإبرام اتفاق بشأن صفقة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لخطة إنعاش اقتصادي بعد الأضرار التي نجمت عن وباء كوفيد-19، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي والتي انطلقت في بروكسل وتستمر على مدار يومين، والتي وصفت بأنها تتسم بالصعوبة الشديدة. تعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجها لوجه منذ فرض إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، والتي أرغمتهم على التواصل عبر الفيديو كونفرنس. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يقف على حافة هاوية الركود الأعمق منذ نشأته، مع تراجع بنسبة 8.3% في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد في عام 2020، إلا أن خطط الإنعاش الاقتصادي لا تحظى بالإجماع.
تتضمن الخطة إعادة توزيع 500 مليار يورو في إطار الميزانية الأوروبية على شكل منح للدول الأكثر تضرراً جراء الأزمة الصحية على غرار إسبانيا وإيطاليا، و250 ملياراً على شكل قروض. الاقتراح المطروح مستوحى بشكل كبير من مبادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الشأن. وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قمة الاتحاد الأوروبي حول خطة الإنعاش الاقتصادي هي لحظة الحقيقة لأوروبا، معربا عن ثقته إزاء نتائج الاجتماع مع استمرار شعوره بالحذر. إنها لحظة حقيقة وطموح لأوروبا أننا نعيش أزمة غير مسبوقة على الصعيد الصحي وكذلك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهي تتطلب قدرا أكبر بكثير من التضامن والطموح. هذا وينبغي خلال القمة الحالية تجاوز معارضة الدول الأربع المؤيدة للتقشف، وهي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، التي تتحفظ على خطة ستستفيد خصوصا منها دول الجنوب، وتدعو الدول المتقشفة إلى خفض المساعدات وتؤيد منح قروض تعيد الدول تسديدها لاحقا، كما تطالب لقاء أي مبالغ مالية بإصلاحات في الدول المستفيدة منها، وأن تتم المصادقة على خطط الإصلاح التي تطرح بإجماع دول التكتل وليس بغالبيتها، بينما ترفض دول الجنوب هذه المطالب خشية أن تضطر إلى الخضوع لخطط تفرضها دول أخرى، مثل ما حصل لليونان في أشد أزمة تمر بمنطقة اليورو، مما أرغم سكانها على القيام بتضحيات أليمة. ماذا سيصل إليه الأوروبيون؟ يبدو الموقف متأزما، ليس فقط لصعوباته أو لأن هناك مشكلة اقتصادية، لكن لعدم الاتفاق. على أي حال، سأطرح المزيد من الأسئلة على ضيفي من العاصمة البريطانية لندن، دكتور أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور أحمد، أهلا بك وكل تحياتي. يعني الأوروبيون الآن لا يتفقون، هناك دول داعية للتقشف لديها مشكلة ما، ترى أنه البعض سيستفيد أكثر من خطط المساعدات، بينما هم أيضا في أزمة. كيف ترى يعني يمكن أن يحلحل الأوروبيون الموقف الذين يعني يقف حائلا دون أن يتوصلوا إلى أي قرار، وبالتالي جذب المزيد من المشكلات إلى اقتصادهم؟ يعني باختصار يمكن القول بأن إمكانية التوصل إلى صيغة تفاهمية مشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة ضمن تكتل منطقة اليورو، هو صعب جدا. وهذه الصعوبة ترتبط بجانبين أساسيين. الجانب الأول مرتبط بالمشروع الاقتصادي الأوروبي ككل، فهذا المشروع يعاني من نواقص خطيرة جدا، ويبدو واضحا بأن التبعات الاقتصادية الخطيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا قد زادت من هذه النواقص وضوحا وخطورة. في مقدمة هذه النواقص هو عدم وجود احتياطي فيدرالي أوروبي، أسوة بالاحتياط الفيدرالي الأمريكي، كون أن الاتحاد الأوروبي يعني يقول إلى العالم بأنه يمثل تكتلا اقتصاديا متكاملا، وهذا النقص هو خطير جدا في إمكانية التوصل الدول الأعضاء إلى صيغة تفاهمية مشتركة يمكن من خلالها تحمل المسؤولية المشتركة لمساعدة الاقتصادات التي بالتأكيد سوف تعاني الأمرين بسبب تفشي فيروس كورونا. السبب أو الجانب الآخر من صعوبة إمكانية توصل الأوروبيين إلى صيغة تفاهمية مشتركة ترتبط مع الوضع الحالي للدول الأوروبية، وهذا الوضع هو مختلف المعالم كليا بين الدول الأعضاء، خاصة دول الشمال الأوروبي المتمثلة بهولندا والدنمارك والسويد كذلك، وأيضا يعني النرويج بعض الشيء. مثل هذه الدول هي بالتأكيد تعارض التوجه الألماني والفرنسي لمساعدة الدول في مواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، خاصة دول الجنوب الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا. وهذه الدول تعترض بشكل كامل لبرنامج الإنقاذ الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو،
وهي تقول بأن هذا البرنامج للإنقاذ يجب أن يتمثل فقط بقروض يمكن تقديمها للدول التي تحتاج للمساعدة خاصة في الجنوب الأوروبي، ولكن مثل هذه القروض يجب أن ترتبط أيضا بشروط مشرفة، وهذه الشروط تتشابه كثيرا بالشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على أي دولة يعني تلجأ إلى برنامجه للإصلاح الهيكلي. طيب دكتور أحمد، عفوا يعني سأنتقل بنفس النقطة لأذهب بها إلى بروكسل، حيث من هناك ينضم إلينا السيد رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للدراسات. أهلا بك سيد رمضان وكل تحياتي. يعني إذن الأوروبيون يعني هم في خلافهم أو في اختلافهم على الأحرى، لكن الاتفاق يبدو أنه سيكلف البعض أكثر مما سيكلف الآخرين. ترى كيف يمكن أن يتوصل الأوروبيون إلى سياق للتفاهم يكون مفيدا للجميع تقريبا؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين. أولا هذه القمة هي قمة البحث عن التسوية، البحث عن حلول. القادة الأوروبيون مجتمعون هنا والكل يعلم أنهم أمام قرارات صعبة جدا، ولكن لا يوجد خيار أمام قادة أوروبا إلى الاتفاق. الاتفاق على حقبة عدة مواضيع أهمها وهو الشغل الشاغل المواطن الأوروبي والحكومات والاقتصادات الأوروبية، هو عملية التعاطي الاقتصادي وحزمة الدعم، دعم الانعاش الاقتصادي بأرقام تكاد تكون توافقية، ولكن تقسيم وتوزيع هذه المبالغ بين منح وبين قروض هو يمكن أن يكون موضوع الخلاف، وهذا أمامه أسابيع بل أشهر. ليس مطلوبا من هذه القمة بالذات أن تبث في الأرقام أو في العامل التقني، لكن هذه القمة مطلوب منها أن تؤسس لاتفاق سياسي واتفاق أساسي لدول الاتحاد الأوروبي على خطة اقتصادية للتعافي أو التعاطي مع كورونا في المستقبل. نجحت أوروبا في الخروج من المأزق سابقا، كان هناك الكثير من التقارير التي تتحدث في شهر مارس وأبريل الماضي عن تفكك الاتحاد الأوروبي وإمكانية خروج إيطاليا وأسبانيا إبان كورونا وعدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول بشكل إيجابي. كل هذه الأمور سقطت. يبدو أن أوروبا هي الجسم الأقوى في هذا العالم بالتعافي والأقدر على التعافي بسرعة. الرئيس الفرنسي ماكرون ألقى بظلاله قبيل القمة عندما تحدث بإيجابية عليا قائلا أن هذه هي لحظة الحقيقة لأوروبا. هنا يبدو أنه يريد أن يوضع القادة الأوروبيين في أجواء إيجابية قبل الاجتماع، زائد أن ألمانيا الدافع الأكبر بهذه الموازنة المنتظرة لم تعلق أي تعليقات سلبية قبيل وصول قيادتها. طيب سيد رمضان دعني أسألك، يعني من قبل كنا نلتقي عبر الفيديو كونفرنس، هذا كان طبيعة كل اللقاءات العالمية، الأوروبيون كانوا يلتقون يعني عبر الشاشات وعبر الكاميرات، اليوم يلتقون للمرة الأولى بعد الجائحة وجها لوجه. هل يمكن أن يسهم ذلك أكثر في نظرك في يعني جلب المزيد من الحلول؟ بالتأكيد هذه رسالة. هذه الأوروبيون لا يتعاملون بعملية التنظير الكلامي، هذه رسالة من قادة أوروبا لطمأنة الشعوب والاقتصادات الأوروبية، لطمأنة الآخرين بأن أوروبا بخير. عندما يجتمع القادة الأوروبيون هم يعطون رسالة بأننا في طور الانتصار على كورونا. نحن الآن نبحث شيء تدارك أضرار كورونا، أي وكأنهم يتحدثون في عملية إعادة بناء اقتصاد أوروبا، وكأنهم يقولون أن كورونا قد انتهت وانتهت إلى الأبد، أو بمعنى لن يعد لديها خطر كارثي على حياتنا وعلى اقتصاداتنا. وهذا ما يدلل على لقاء قادة أوروبا. نحن نتحدث عن زعماء 27 دولة أوروبية يجتمعون وجها لوجه في الوقت الذي لا يجتمع الرئيس ترامب مع وزرائه وجها لوجه. هنا يا أوروبا تريد أن توصل رسالة أنها عانت أكثر من الآخرين في بداية أزمة، وليس أي وجه مئات آلاف الضحايا لأي وجه. يعني يمكن البعض حرص على أن يخلع الكمامة في رسالة أقوى، ربما يعني يجب أن نتخطى الموضوع بشكل كبير. شكرا لك سيد رمضان أبو جزر من بروكسل، حدثني رئيس المركز أو مدير المركز الدولي بروكسل الدولي للدراسات. أعود مرة أخرى إلى ضيفي دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني هل تعتقد أنه تعتبر هذه القمة مقدمة لإما البقاء وإما الفشل؟ هل ننجح ونقدم المزيد أم ننسحب كلنا؟ وربما بريطانيا كانت الأبعد نظرا حينما تخرجت من الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يحذوها بعض الموجودين.
نعم، هذا سؤال واقعي ووجيه جدا. إذن هذه القمة هي بالتأكيد قمة تاريخية يشهدها الاتحاد الأوروبي، وهناك صعوبات كبيرة جدا في إمكانية التوصل لمثل هذه الصيغة المشتركة بين الدول الأعضاء. وما يزيد من صعوبة هذا الموقف هو الموقف الهولندي المتعنت، ومعه الدنماركي وكذلك أيضا السويدي. بالنسبة لهولندا، هنا يجب علينا أن نتذكر ونربط الموقف الهولندي الحالي مع تطورات الأزمة اليونانية في أوجها. عندما اضطرت الحكومة الهولندية التي هي أيضا ما زالت تحت قيادة الحزب نفسه للموافقة على حزبة المساعدة التي قدمت إلى اليونان، ومن خلالها يعني خرجت ولم تخرج اليونان من أزمتها الاقتصادية، بل يعني تم تأجيل هذه الأزمة للأجيال المقبلة. شعبية الحزب الحاكم الهولندي تدهورت إلى مستويات يعني خطيرة جدا، وهناك مخاوف كبيرة جدا من أن هذا الحزب سوف يخسر الانتخابات المقبلة في شهر مارس الثار المقبل في حال وافق على برنامج المنقاذ الأوروبي الحالي بقيمة 750 مليار يورو، ما يشير بوضوح إلى أن حال الخلاف بين الدول الأعضاء هي بالتأكيد خطيرة وكبيرة جدا. وكذلك أيضا بالنسبة لدول الجنوب الأوروبي، لا يمكن لها أن تقبل الصيغة الهولندية أو الصيغة الدنماركية والسويدية. هذه الدول واقعيا هي انضمت إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو، ومن خلال انضمامها بنوكها المركزية تخلت عن أدوات بنكية رئيسية أساسية يمكن لهذه البنوك أو كان يمكن لهذه البنوك اللجوء لاستخدام مثل هذه الأدوات البنكية لو لم تتخلى عن عملاتها المحلية. وفي مقدمة هذه الأدوات البنكية هو اعتماد خطوات التسيير الكمي، مثل هذه الخطوة يعني يتم اعتمادها بشكل مكثف وكبير في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك أيضا في بريطانيا، ولكن دول مثل إيطاليا، إسبانيا، كذلك أيضا فرنسا والبرتغال ليس بإمكانها اعتماد مثل هذه لنسبية وتباين القدرات وليس فقط المواقف. على أي حال يعني نعاود ربما بعد المؤتمر لنطرح المزيد مما حدث يعني بعد هذه القمة. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا دكتور أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد السياسي وحدثتني توا من العاصمة البريطانية لندن. شكرا أيضا لضيفي رمضان أبو جزر من بروكسل. شكرا أيضا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وكل تحياتي إليكم. أترككم بأمان الله، تمتع بكل الخير وصحتي والسعادة. ألقاكم في نشرة مفصلة على رأس الساعة بأمان الله. We'll be right back.